مشاهدينا، سننتقل الآن إلى جنوب الأردن وبالتحديد إلى وادي الفنانة الذي يمتاز بصخوره النحاسية. يوجد في الوادي نزل فنان البيئي الذي صنف واحدا من أفضل 25 نزلا بيئيا في العالم بحسب مجلة National Geographic Traveler. نتابع التقرير. فنان مميز انه في عنده اربع مبادئ، المبادئ مربوطه باعطاء الزائر خبرات فريده واصيله مربوطه بالطبيعه والثقافه المحليه وتاريخ المنطقه اللي احنا فيها. المبدا الثاني انه نساهم بحمايه الطبيعه. الثالث افاده المجتمع المحلي. والرابع انه كل شيء نسويه باقل اثر من على البيئه. ففنان لا شبك على شركه الكهرباء ولا المي، بنولد الكهرباء المستخدمه على الطاقه الشمسيه. غير هذا النزل بالليل مضاء بالشموع زي ما انتم هلا شايفين. الزائر اللي بيجي هنا عنده خبرات مختلفة ممكن يشارك فيها، الخبرات مقدمة من أبناء المجتمع المحلي. كل اللي بيشتغلوا بنزل فنان البيئي من تدبير فندقي للإدارة بالموقع للأدلاء كلهم من أبناء المجتمع المحلي. كمان نفس الشيء، النزل نفسه مبني بطريقة بيئية، بوجودك بداخل النزل الإحساس كثير مختلف من أي موقع تاني. احنا اليوم في نزل فنان البيئي اللي هو وجهة للسياحة البيئية على مستوى العالم، ويصنف من أفضل 25 نزل بيئي على مستوى العالم. هذا النزل فيه العديد من المزايا. نزل موجود في محمية ضانة للمحيط الحيوي. الهدف من وجود هذه المحمية مساعدة المجتمع المحلي. يعني تجربة نزل فنان تجربة جدا رائعة، وأنا يعني بنصح أي شخص إنه يجي هون على هذه المنطقة اللي أنا يعني شخصيا أول مرة بجيلها، مع إنه صار لي فترة كبيرة عايشة في الأردن. فبالإضافة طبعا للانخراط في المجتمع المحلي، بتشوفهم كيف عايشين، بساطتهم، الصعوبات اللي بواجهوها، كيف صحوتهم، كيف بيناموا، كيف بيعملوا خبز. يعني توني هذه السياحة البرية لها جمهور كبير بيروحوا خاصة على هذه الأودية مثل وادي فنان، لأنه يعني حسب ما شفنا بيكون في رحلات استكشافية سيرا على الأقدام. طبعا عودة إلى الجذور أو إلى الطبيعة. حتى عرفت أنه وادي فنان لم يكتشف إلا عام 1996. صحيح. وللأسف بعده صار في بعض الحفريات. أنا ضد الحفريات شو ما كانت أسبابها، لأنه بتأثر على عذرية هالأماكن السياحية. ولكن هي مهمة جدا لاكتشافها، يعني لولا تلك الحفريات، ولكن أكيد في طرق معينة ربما للحفر بطريقة لا تؤذي. طبعا صحيح. حتى أنه الجميل بوادي أو بنزل الفنان هو أنه استغلال للطاقة الشمسية لتشغيل كل الأمور التي هي بحاجة لطاقة، يعني بيعتمدوا حتى على الطاقة الشمسية. والعودة إلى الشموع. صحيح. يعني الأجواء رومانسية بامتياز.